يا أخوان يا جماعة الخير، موضوع المتقاعدين وأرباح المتقاعدين هذا قبل لا أنا أتقلد المنصب الوزاري، وقدري اليوم أن أكون أنا مسؤول عن هذا الملف اللي يخص الأخوة المتقاعدين العزيزين على قلوبنا، واللي يخص أيضاً المؤمن عليهم واستدامة المؤسسة. لكن أنا بس بوجه رسالة للأخوة أعضاء مجلس الأمة والأخوة المؤمن عليهم، يا أخوان هذه المؤسسة تعاني من عجز اكتواري، كيف لنا اليوم أن نوزع منحة من العدم؟ لا يجوز يا أخوان هذا الموضوع. هذه المؤسسة دام فيها عجز اكتواري يعني هناك خطر حقيقي أن الناس ما تحصل رواتبها لما تتقاعد، شلون نوزع منحة؟ خصوصاً أن هناك مانع قانوني أمامنا، هذه مؤسسة، وكلام الدكتور عبيد الوسمي صحيح، شلون نوزع أرباح؟ لا يجوز أن نوزع أرباح. إحنا اليوم قاعد نعطي منحة شريطة إصلاح هذا النظام ووضعه في المسار السليم. وأنا أكرر توجيهي يعني رسالتي إلى الأخوة المؤمن عليهم اليوم والأخوة أعضاء مجلس الأمة، اليوم أيهما أفضل؟ أن تأخذ مخاطرة أن يكون هناك عجز اكتواري ولا واحد فينا بالقاعة هني هو سبب منه أو سبب فيه؟ هذا إحنا ورثنا هذه المشكلة. أمامكم اليوم خيار أن نصحح المسار ونشيل هذا الموضوع. يعني أنا مسؤوليتي اليوم يا جماعة الخير، أنا مسؤوليتي أن أكون صادق مع الناس، مو مسؤوليتي أني أبيع الوهم. أنا الحين أقدر أقول يبا بنوزع حق المتقاعدين كل واحد 20,000 دينار، هل راح نوزع هالمبلغ؟ خلاص يا جماعة نقفل المؤسسة ونصفي المؤسسة وبس نعطي المتقاعدين وانتهينا. هذا الأمر لا يجوز. سعينا أن نصل إلى موازنة ووجدنا بعض الكلمة. خلني أكمل يا أبو بركة، خلني أكمل، ما يخال خلني أكمل. خلوا يكمل يا جماعة، خلوني أكمل يا جماعة، سمعت كل ملاحظاتكم، أرجوكم خلوني أكمل، طلب منكم خلوني أكمل، أرجوكم أرجوكم يا جماعة خلنا أكمل يا أخوان، خلوني أكمل فضلا لا خلوني أكمل. قطعت المتعدد، خلوا يقول وجهة نظر، خلوني أقول وجهة نظر يا جماعة، سمعناكم للآخر. هذا أمر، فموضوع أن نوزع منحة أو مكافأة أو أرباح من مؤسسة عاجزة اكتوارياً، هذا الأمر لا مقبول لا فنياً ولا دستورياً ولا قانونياً ولا حتى أخلاقياً. ندري أن المؤسسة هذه عاجزة، نروح نوزع أرباحها؟ أنا للأمانة المفروض وجهة نظري طبعاً، والرأي يحترم ورأي المجلس، أن ننأى بأنفسنا عن هذا الأمر.